الدعوة هي دعوة صادقة لمتخصصين، لأنه إحنا في عالم الآن بينطلق أو بيتغير من القطب الواحد إلى تعدد الأقطاب. إحنا في وضع الآن يحتاج وقفة كل الشعب المصري بمتخصصيه حوالين رؤية حقيقية ومشاركة حقيقية لكل القوى اللي موجودة في المجتمع، عشان فعلا نقدر نساهم في ان نوصل ببلدنا للوضع الامان اقتصاديا وخلال المرحله القادمه ان شاء الله. الدعوه الجديده بتاعت السيد فخامه رئيس بالمؤتمر الاقتصادي، احنا بنؤيد وبندعم هذه الدعوه لانها في اطار سلسله المؤتمرات الاقتصاديه السابقه، ثانيا في ظل المتغيرات بتاعته خطة التنمية المستدامة 2030، لأن في متغيرات محلية وعالمية تقتضي إن إحنا نعيد النظر في خطة التنمية 2030، وفي نفس الوقت نعرف المعقد، ودي لا تتعارض إطلاقا مع المحور الاقتصادي اللي في الحوار الوطني. تلبية لدعوة السيد الرئيس على عقد مؤتمر اقتصادي، فالتحالف تفاعل في الحدث على طول وأصدر بيان لتأييده للمؤتمر الاقتصادي. احنا كنخبة بنمثل الأحزاب وبنمثل الشعب، بنقول صوتنا، بنقول عاوزين نعمل ايه بالظبط، عاوزين نستورد ايه، عاوزين نصدر ايه، اللي هي سلام، اللي هي الهيئة العامة لسلامة الغذاء، عاوزين برضو نفعل دورها حماية المستهلك، عاوزين نفعل دوره. بنقدم رؤية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي او للقيادة السياسية للمشاكل اللي احنا ممكن نحلها، زي مثلا مشكلة الانتاج ومستلزمات الانتاج وارتفاع اسعار الواردات من بره، ممكن نستغنى عن دوت بالصناعة المحلية بقدر الامكان. تستطيع قادة هذه الاحزاب ان يقدموا رؤى مكتوبة على وقائمة على دراسات علمية حقيقية للمؤتمرين أو المجتمعين في المؤتمر الاقتصادي القادم. احنا كأحزاب وكتحالف هننزل للشارع للناس ونسألهم مشاكل المصنع ايه، مشاكل المزارع ايه، مشاكل التاجر ايه، مشاكل المصنع ايه، عشان نقدر نحط ورقة مظبوطة، عشان الحكومة تبتدي تاخد الكلام ده وتحطه تحط له رؤى أو تحط له وجهات نظر ان احنا نحل فيها.